المسخره اللي عملتوها اليوم. يوه والله ما سوينا شيء ابن عمي. مو عليها يا سيدي، مو عليها شيء. حتى سأل شهر خانه كانت قاعده مع منا. اخي كل هالقصه مو حرزانه يطلع خلقك مشانها. نسوانك كانوا قاعدين عم يحكوا عن الدايق مسعيد مو عن فوزيه. لا شهر خانه مو مزبوط، هن التنتين كذابين. صدقني ابن عمي، صدقني صدقني انه هن التنتين كذابين. يوه معقول ابن عمي؟ خلاص يعني معقول نكذب قدام شهيرة خانو؟ سكتي! أمرك سيدي. لك بدل ما تواسوها وتريحوها أنت وياها قاعدين تضحكوا عليها؟ خلاص يا سيدي ما بقى نعيدها. ما عاد تعيديها؟ سمعتي شهيرة؟ سمعتي إنه هن مذبين وقاصدينها لفوزية؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. كاملة مطيعة. من هلأ ورايح لازم تفهموا كلمة فوزية بهالبيت مثل كلمتي. ماشي؟ أمرك ابن عمي. حاضر. ويا ويلك انت وياها تزعلوها بشي. حاضر ابن عمي. قومي انت وياها سوا بريق شاي تاني. ايه أمرك فوزية خانو، أمرك بسرعة شوي. حاضر. شو هاد يا شبكي شهيرة خانو؟ وين اختي؟ كم لي قتلك؟ سدت نفسي. يا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أي زارة شهيرة؟ لا تنهز بأمر. هلأ أنا بقوم بعيوني التنتين بصالح لك يا هكذا، بس انت كون أبو عامر ما بينلام. شو من سوا شنو كان كل قصده الخير لحارتنا، ما هيك أبو جميل؟ لك يا أبو صافي والله ما إنا لا، بس الأصول إنها تصير الصلحة بيننا وبين أبو صخر قبل ما يعمل طهور ابنه عامر. عم بحكي صح ولا لا؟
والله يا عمي ما حدا من أهل الحارة رضيان إنه أبو صخر ورجاله يطلعوا سالمين من حارتنا. لو ما كبارية الحارة وقفوا الخناقة كنت شفت دمه سايح بالأراضي واحد واحد. لا يا جميل يا أبي لا، نحن ما بدنا إياكم تتقاتلوا ولا بدنا إياها تكبر بيناتها لك أبي. أبو صخر ورجاله من أول ما فاتوا الشر بعيونه كأنهم فاتين خانقوا مو فاتين يباركوا. ماشي ابني ماشي، الحمد لله إنه ما حدا منكم صار له شيء. إيه يا أبي الحمد لله الحمد لله. شبك يا أبي فتحي شبك؟ كأنك مو على بعضك ما؟ لا يا أبي ما في شيء، سلامتك. خير إن شاء الله خير. جميل مر عمي. أبي بدي ضايع عليك دير بالك على مرتك. ولو فتحي بعيون عمي. تسلم 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 تسلم. تفضلي يا مو. يسلموا يا مو. أنا من الأول ما كنت حابة أروح هيك روحة، قلبي كان حاسسني إنه بده يصير مشكلة. هلا شو دخلها فرحة النسوان بالشي اللي صار بالحارة؟ بس قولي إنك أنت ما بتحبيها لفوزية، لأنه جابت له لأبو عامر ولد وبنتك لهلا ما شفنا منها شيء. لا يا رجال، الحبل بإيد رب العالمين، يعني لا بإيدها ولا بإيد جوزها. ونحن ما قلنا لا. أنا خايفة تكون ضرتها فوزية، ساقيتها شيء ما عم بيخليها تحبل. أما لسان طويل، أختك متجوزة أبو عامر من أكثر من 9 سنين، يعني قبل ما يتجوز فوزية، بقى شلون ساقيتها سقية حتى ما تحبل؟ يا أبي أنا هيك شاكة فيها. خرسي وسكتي أنت، عيب عليكي تحكي هالحكي. حاضر يا أبي، سكتت سكتت. قومي من وشي، يلا روحي. حاضر. الله يصلحك يا فتحي. على مهلك على مهلك. ساعدني ساعدني تقبرني. الله يصلحك. لك يا فتحية، بتعرفي حالك حامل بآخر شهر، كيف بتروحي على بيت أبو عامر؟ يعني خايف علي ابن عمي؟ وانت شو رأيك؟ خايف مو هيك؟ لك أنا إذا عليكي ما خفت، على مين بدي خاف؟ الله يطول لي بعمرك يا حق وما يحرمني منك. وانت كمان الله يخلي لي اياك يا رب، وان شاء الله بتجيبي لي صبي بتفرحي لي هالبيت من اوله لاخره. ابن عمي انا حاسسني قلبي انه معي صبي، دعي لي. اخ يا فتحيه لو بتجيبي لي صبي رح اكون مبسوط منك كثير. باذن الله الصبي يا ابن عمي باذن الله. يا رب يا رب اطعمني صبي بجاه سيدنا محمد. أهلين أبو جواد. أهلين أبو سعيد. شو خلصت عباية الفوانيس؟ سايهم كم فانوس يا عمي. أصبح خلص والحق لنا نشرب شاي ونحكي شو صار اليوم بالحارة. يلا ها لا تقول لي شيء. يلا يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. شقيت على البنات وتعشيت عندهم. وشلون فتحية تقبرني؟ صراحة صراحة البنت متقلة شوي ويمكن قربت ولادتها. إلهي ربي اجبر بخاطرها بصبي يا رب، جاه رب العالمين. آمين آمين يا رب. بعدين دخليك ليش ما رحتي لبيت أبو عامر وباركتي لها للحرمة بتخور ابنها؟ آه يا أبو صافي آه، من يوم ما سرقوا لي ابني ما لي خلق لا أحضر طهور ولا نفاس ولا ولادة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كل ما بشوف ولد بذكرني بابني. عين الله. لو كان صافي معنا هلأ كان صار رجال ومتجوز كمان. الله لا يسامحه، الله لا يهنيهم يا رب بعمره الإلهي اللي أخذوه مني. ربك كريم يا بنت الحلال، وما بيضيع حق عبد من عبيده إلا ما يجي يوم، إلا ما يجي يوم ويجمعنا فيه يا رب. نفسي ومن عيني يا أبو صفا. مسيك بأنوار النبي يا عم الجواد.
اهلين عمي صياح، وين؟ وين رايح بالليالي؟ والله على البيت. على البيت؟ مالك حاسس حالك متاخر بالروحه؟ سيدي كلها ساعتين زمن باذن الله بكون هنيك. ساعتين زمن؟ لك ابني ما بتخاف تروح لحالك بهالليالي؟ ومن شو بدي خاف عمي؟ لك شو ابني من شو بدك تخاف؟ الله وكيلك شفت طباع لحالها بتخلي البني ادم يخريط خريطه. عدم مؤاخذه يا عمي ابو جواد، هذا الحكي مو لصياح، هذا الحكي لك انت. اه نسيت انه الضباع بتخاف منك لك ابني. الله يعزك وصينا. الله يهون عليك ويحميك. شريف المسكينة شلون انتزع الفرح لبطهور ابنه يلي ربي يسلمه لأهله. خلاص يا سعاد يلي صار صار خلاص. طيب ليش ما جيت على الحارة وقشيته هو ورجاله يا ابن عمي؟ مو مستاهلة. ايه مو مستاهلة. ليش مو مستاهلة؟ ليش؟ يا سعاد خلاص مو مستاهلة. تلك يمينة من السيرة خلاص. أمرك شلون شغلك مع ابن أبو جميل؟ لا الحمد لله يا أبي، الشغل منيح وما في أحسن من هيك. ايه الحمد لله. صبري شبه بضاي وأخلاقه منيحة، مو مثل أخوه جميل هذاك نزق. ايه والله يا أبي معك حق، صبري زلمة شغيل وما في منه منوب، غير هيك الشراكة معه كتير منيحة. ايه الله يرزقكم. يلا بدي اياك تزبط لي أمورك مشان أرسك، ما بدي خطبتك الطول، خوش أنا ما بحب الأخذ والعطاء. أيوة بعدين أجلناها هي القصة كم مرة، ما بدي أتأجل للمرة. إن شاء الله يا أبي، إن شاء الله حركة أسبوعين ثلاثة تكون زبطت أموري ومنحدد موعد العرس فورا. شو يعني زبطت أمورك؟ يعني لبين ما تمشي الدكانة ويصير عنا زباين. إيه أنا رح أصبر عليك كم أسبوع. أنت لو قلنك سمعان مني متطوع بالسراية مو كان أحسن لك من قعدة بالسوق أخي؟ لا دخيلة أنا بشغل العسكر مالي خلق بنوب أخي من الآخر، أنا روح قلبي شغل اللي فيه أخذه عطب على العالم. يلا تصبح على خير. وأنت من أهله؟ غازي الصغير شلونه عمي؟ الحمد لله عمي بيبوس إيدك، بس والله عم يعذبني شوي. إيه شو علي؟ ويتدلل. إذا ما تدلل على أمه وأبوه على مين بده يتدلل؟ ديري بالك علي الله يرضى عليك يا بنتي. ترى غازي الصغير بحبه مثل عيوني. أمرك عمي أمرك. الله يرضى عليك يا بنتي. لك شايف لك فتحية بتتوجع لك بجميل. ايه تقبرني، قربت ولادتها. ايه ان شاء الله يا رب ان شاء الله. ابن عمي؟ ايه شو صار مشان نجاح؟ ايمتى مطيع بده يعمل العرس ويخلصنا؟ والله ما بعرف. يلا ان شاء الله ما بصير تأخير ان شاء الله. اسلموا اسلموا. الخير في مختار والله. حميد بدك تقلي شو غرضك من اللي ساويناه مع ابو صخر؟ سالتني غرضي من اللي عملناه اني اعلم على ابو جديد بالسكين مثل ما علم علي المره الماضيه لما فاتوا على حارتنا وقتلونا. هلا اخذت بتارك وسفقته اياها؟ مو مثل ما بدي الكتاس، مو مثل ما بدي. بدك تسفقه اياها بنص رقبته. ايه نص رقبته. بس انت ما قلت لي شو غرضك من اللي عملنا لك قداس؟ غرض شو؟ ازعنا له فرحته لابو عامر بطهور ابنه الصغير المدلع. ابن عامر؟ وقلبنا الحاره فوق. جيت للدغري انا ماني حابب انزع فرحته لابو عامر بحبيب قلبه، ولا بدي زعله. بس فوتت ابو صخر على حارتنا ما عجبتني بنوب. ولا عجبني انه ابو عامر يروح لعنده على رجليه ويصالحه من دون ما يستشير رجال الحارة. ولا انا عاجبني. لا مو عاجبني يعود. ومصدر بيك كمان مو عاجبه بالمره. ومصدر بيك مو عاجبه؟ نو ومقروق خيرات الله. سيدي شي وصار. هلا القيامه قايمه بيناتنا، من هلا ورايح ايدنا بالقتل فيه. قولتك. اي والله. قداس هلا انت جبت الشاي وصبيت الكاسات لتحطهم صناديه يعني؟ هات لك وحده. شو ابو جواد؟
مو على اساس حارس وابو ضاي وقت المعمكة هربت. الحال من بعضه ابو سعيد، انا دورت عليك ما عاد لقيتك. بعدين بيني وبينك عندي اولاد ما بدي اياهم يربوا يتامى. انا والله خفت يطلع خلي يضرب لي شي زلمه امبلا فيه. لا بدك تطول بالك، هدي حالك شوي. ابو سعيد هلا قلتك هالشغله بتمرق على خير. شوف لك ابو جواد، هو المره الماضيه اكل قتلي، بس هالمره اكل قتلي غير المره الماضيه. هالمره قتلي مدمسه وفوق منها اكل ضربه سكين بكتفه. والمعنى؟ لك ما بيطلع من امره شيء. حالك ايش ما بيطلع من امره شيء؟ هذا الزلمه ما في نخوه الرجال، يعني ما بينتخي لياخذ تارو الا ما بعرف اذا هالمره دبت النخوه براسه. يعني ولي ما بدور ولي، شغلته فاضيه. لك يا ابو سعيد شلون شغلته فاضي؟ ابو صخر معروف من يوم يوم مشراني. لك اخي ما بيطلع من امره شيء. رح اقول لك ليش. هذا حارته صغيره والحارات اللي حواليه لك ما حدا بيحبه، مين بده يفزع له ويجي من الحاره الثانيه ليقاتلنا؟ ايش كان هيك طمنتني وريحتني. الله يريح قلبك. صب لنا شاي. صب على عيني وراسي. عيني عليك يا ابو جواد. شرف ابو سعود. شرف. يسلموا. مين هذا؟ صياح. صياح يا نايف. قال انت للصياح منيح ما قوصتك. لا ما عم تعملها. شو طبع انا؟ ما اقول اوصك وانت من خالتي. بعرفك ما بتقوص الا اذا كنت متاكد. تعال يا لطيف. شو بشتي على كاسه شاي يا نايف؟ حظك حلو شاي عم يختمل. تعال يا لطيف. اي والله الله يخلي لي اياك يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. ليه؟ ليه بقى بقى؟ صحيح طمنت على ابي وطعمته؟ لك طعمته من 5 ساعات، حط راسه ونام. سلم بدي اياه. لانه الوالد امانه برقبتك. ها من لما بطلع من البيت لحتى ارجع. اهلك سياره. عليم الله عندي اياه بغلاك المرحوم ابي الله يرحمه. كتر خيرك. صحيح قوم نط جيب لك شي رغيفين خبز وكم زيتونه، خلينا ناكلهم مع الشايات. كمان انا كاكي؟ ما صح لي اكل بالحاره اللي عم بيع فيها حليب. يا تكرم عينك. راح طعميك واكل معك. اجيب معك كم مكدوسه معناته؟ اخي راح اجيب كل شيء. في حدا هون؟
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله يا الله فوزية فوزية قومي قومي يا دار الصلاح قومي لا إله إلا الله محمد رسول الله صباح الخير ابن عمي صباح الخير يلا أمي أمي فيقيون إن شاء الله توضى يلا قولي يلا يلا حاضر يا الله شهيرة خانم أذن الصبح فايقة فوزية فايقة مطيعة كاملة أذن الصبح يلا قوموا صباح الخير فوزية صباح الخير وينه أبو عامر ليكو جاي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أصبحنا وأصبح الملك لله يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا رب تعطينا خير هالنهار يا الله يا الله يا الله النبي أبي أهلين يا أهلين طمني عنك كيف صرت اليوم؟ يا جماعة شبنا الكل رح ياخد خبز والله الكل رح ياخد خبز بس اتوفوا هيك ما بي حدا أنا عمي ما بي حدا صفل لي على الدور هلا ايوه هيك تعرف ها شرف عمي يلا اللي بعده تفضل حباب محمود اهلين عمي ابو سعيد الله يرضى عليك انا بقدر اخذ خبزاتي وامشي لا عمي ما بتقدر بدك تاخذ خبز بدك توقف على الدور شو على الدور هي الشغله طويله الله يرضى عليك ما بدي ادرى واذا الشغله طويله مثلك مثل غيرك بدك خبز بدك توقف على الدور يا عمي ابو سعيد الله يرضى عليك لك يا ابني والله انا طوال الليل داير بالحارات عم شعل فوانيس وطفي فوانيس زيت فوانيس وفضي فوانيس مهدود حيلي صدقني مالي حيل وقع خلاص عمي ابو سعيد انت روح على البيت وانا بعت لك خبزاتك مع الشغيل توكل على الله الله يرضى عليك يا ريت هي الشغله تعملها كل يوم خلصنا عم يا ابو سعيد خلصنا خلصنا السلام عليكم عليكم السلام تعال وقف انت هو يبلغ سي يلا تحرك هري طيب يا ابي عم تاخذ الدواء اللي جبت لك اياه من عند الحكيم ابو جميل ايه يا ابي ايه ايه عم اخذه ومثل ما وصف لي الحكيم بس شو الفائده يا ابي شو الفايدة؟ أنا حاسس إنه نهايتي قربت. بعيد الشر عن قلبك يا أبي. لا تحكي هيك. إذا بدك أنا اليوم بجيبه للحكيم أبو جميل معي وأنا جاي. لا تعذب حالك ولا تتعب الحكيم يا أبي. الحياة ما عاد تنفعني. ما أضل من العمر قد ما مضى. طول بالك يا أبي شبك. طول عمري بعرفك جبل وما بيهزك ريح هلأ شوية سعلي بدها تخوفك يا بي لأنه ما حدا بياخد وقت غير يا بي أنا من يوم ما ماتت أمك الله يرحمها حاسس إن الدنيا فاضية فاضية عاد فيها شيء الله يعافي لي يا جاي
الله يرضى عليك والله يعافيك يا ابني. وينك يا سياح؟ هذا نايف يا ابي، بكون جهز الحليبات. روح يا ابني، روح روح شوف شغلك. بدك شيء مني يا ابي؟ لا يا ابي لا، ما بدي غير السلام لك. بس لا تنسى تاخذ الدواء يا ابي. طيب يا ابي طيب، ما راح انسى خلص. راجع لك. ادعي لي يا ابي. الله معك يا ابي، الله معك. يلا يا بنات. صباح الخير يا ابي. صباح الخير. صباح الخير يا ابي. شو شمستكم عاليه اليوم؟ على شو شمستنا عاليه يا ابي؟ على شو لهلا مو مجهزين قصه السفره؟ يا ابي والله عم نجهزه. زهريه بالناقص كلمه مع ابوكي. لا تركيها تعلق، بركي بدنا عم يرعاها على شيات لي. لك روح اضربها. طول بالك ابن عمي، طول بالك. لسه لك ولا بعد الصبح؟ شو هالتربايه؟ هدي حالك ابن عمي، هدي حالك. لا حول ولا قوه الا بالله. لك يلا هاتوا الشاي. عم يسكروا بالمطبخ، عم يسكروا. شفيقة! يلا يا أبو يلا. لك احرقي انت وياها بقى، احرقوا. شحوا يا أبي. صبي شاي لأبوكي. هادي الخبز. تفضل يا أبي. لك بكرة بدكم تتجوزوا. مثل الفريرة كل وحدة بدها تكون قدام جوزها. أصبحنا وأصبح الملك لله. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلين عمي. اخي قاعد ولا نايم؟ لا لا قاعد عمي، تفضل تفضل. لا حول ولا قوة الا بالله. وين اخذ سياح؟ تعي 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 تعي. شبكم كلكم طالحين اليوم؟ تعي اهلين ابو النوف. سياح ليك سياح، اذا رفقت اليوم عبكير جاع مشان اسوي لنا اكلة مشاوي. شو ذابح خروفك نايف؟ الحارك بتبحوا لعيونك. والله كفو. يلا السلام عليكم. الله معك. تعي. ما هو انا. دعينا دعينا خال. الله معك، مع السلامة. شايفك تعبان. ايه والله تعبان اخي. ايه سلامة قلبك. الله يسلم قلبك اخي. طمني ابو سياح. حكيت لسياح الشيء اللي بعرفه انا وياه؟ لا اخي لا. أنا ما حكيت له، وكمان أنت اوعك تجيب له سيرة الله يرضى عليك. ولأيمت بدك تضل دافن السر بقلبك؟ خلاص خلاص، بس يجي وقتها بقول له شبنا. بس المهم أنت هلا طلع منا براني ولا تتدخل فيها. لك يا أبو سياح، ليش أنت كنت تفهم علي وتسجل هالأراضي باسمي قبل ما الله ياخذ أمانته؟ هالأراضي انت ما لك منه شيء، انا اعطيتك حقك، حقك وزياده اخي. انا اخذت حقي؟ لك يا ابو سياح وينو حقي؟ لك اخي انا شو اعمل لك؟ اذا انت رحت بعت حصتك ولعبت فيه نقمار. ها اسمع اخي، كل شيء عيني شايفته من حقي بدي اخذه، بس لموت خدهم من طلع ايدك. ابو سياح اسمع مني الكلمتين، أنا بدي آخذ حقي منك وأنت على حياة عينك. أحسن ما بقى هالكلمتين يلي بقلبي وخربت الدنيا. خلص خلص، اترك لي إياها شي كم يوم وما بيصير إلا اللي بدك إياه. إيه؟ شو عليه؟ كم يوم مثل ما بدك، بس مو أكتر أبو سياح، لأنه خايف أنت تموت ويروح كل شي علي للغريب. الموت بإيد الله عز وجل أخي، الموت بإيد الله. ديري بالك.
حاسك مالك على بعضك، فيك شيء؟ ايه والله يا صهري مالي على بعضي، حاس حالي غلطت لما تركت الدراسة، كان لازم كمل. ارجع كمل دراستك، مين ماسكك؟ شو كمل مين ماسكني؟ راحت علي أنا خلص ما عاد تزبط. ايه وليش يعني مو ظابطة؟ ما فهم. يا أخي صلي أربع سنين تارك الدراسة. ايه عادي، ترجع على المدرسة وتبلش من الصفر، شو يعني؟ يا عيني، بدك يعني يرجع ولد صغير على الكتاب صهري؟ لا دخيلك، كل شيء إلا ترجع ولد صغير. ليك صبري، أنا برأيي لازم تلاقي لك أي طريقة لترجع فيها تكمل دراستك، لو شو ما كانت. ها والله وأنا هيك عبول، والله لازم. شايفة ما أزكى؟ لك يقبرني يقبرني اللي طاب من طهوره. وين طاب؟ لسه بده. يعني ما رح تاخذني معك يا بي؟ اليوم بدك تضل بالبيت. معلش يا خطي، خذه معك. لك أفوشي لسه ما تعافى، شو بدنا؟ بدي روح معك يا بي. يا بي بس تعافى باخذك، مشي؟ أمرك يا بي. دخيله أنا. الله يخلي لي إياك يا حق. تقبرني ابن عمي؟ شو بتحب ساوي لك على الغدا مشان تاكل؟ اي شيء. اسالي فوزيه شو جاي عبالها. ايوه شو بتحبي تتغدي فوزيه خانو؟ مطيع اسالي ابني شو جاي عباله ياكل. شو الشغله حزيره فوزيه؟ لا شهيره خانو، بس انا جاي عبالي اعمل الطبخه اللي مشتهيه ابني. اي شو جاي عبالك تقبليه؟ بدي لحمه مشويه. لحمه مشويه؟ لك مو على عيني وراسي، بدي اجيب لك خروف بحاله. ربي يرزقك يا ابن عمي من عالي سما. امين يا رب. كون يا بي كون كون، بدي اياك تتعافى بسرعه. الله يديم نعمه يا رب. ابو سعيد مو بقيان غير هالخبزات، ليش ما جبت لنا خبز طازه معك؟ والله مرقت على الفن، بس لقيت العالم فوق بعضها ووصلنا الدور لاخر الحاره، وانت بتعرفيني طوال الليل سهران انا، مو خرج وقت بهالزحمه هي. الله يرضى عليك. على مهلك تقبريني، على مهلك. خليك يا ابي تفضل. تعي 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 تعي. الله يرضى عليك. يعني بفهم منك ما رح ناكل خبز طازه اليوم؟ قلت له لابو محمود يبعث لي الخبزات مع اجيره، قال لي لا يكن لك فكره، من هلا ورايح بيصلوه خبزاتك لعندك على البيت. اذا هيك ماشي الحال. بعدين هذا ابو محمود ما في منه، مو بس معي، مع اهل الحاره كلياتهم. لا ايه على سلامته هو ومرته. ايه بس كمان بدنا خضره للطبخ. يا ام سعيد الله يرضى عليك، دبري حالك اليوم. شايفتيني جاي تعبان، بدي اكل بقيمتين وفوت نام. شو يعني بفهم من كلامك؟ انا بدي انزل على الحاره واشتري الخضره من الرجال؟ شو فيها؟ كل رجال الحاره بيعرفوكي؟ نعم 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 نعم. انا رجال الحاره بيعرفوني؟ ابو سعيد انا نسوان الحاره اللي بيعرفوني مو رجاله. ام سعيد انت فهمتي كلامي بالمقلوب، هلا انت مو الدايه تبع نسوانهم؟ فكل الرجال بيعرفوكي وبيحترموكي كمان. ماشي، يعني بدك كان يروح لعند ابو صافي واشتري الخضره من عنده مو؟ ايه اذا ما كان معك مصاري ايه سجلهم على الدفتر انا بحاسبه. ايه ماشي، شو بكون اطبخ لكم؟ اي بدك يا علي. عمي صبري لما علينا عبيدك يا رب يا رزاق يا كريم. الله يشكر بخاطرك عمي، سعدني الصباح. يا ابا دام الله يعطيك العافيه حليم يا رزاق يا كريم. يسعدني الصباح عمي ابو صافي. لك تعي. اهلين وسهلين عمي سياح. اهلين وسهلين. سامحنا بهالجزره. سامح سامح. بدك حليب عمي؟ لا والله اليوم ما بدنا. الله يجبر عنك يا رب. الله يخلينا اياك، يلا ادعي لنا. السلامة، الله يرزقك. حليب! والله هي ثعلبة اللي براسك لك ابو جواد. شو ثعلبة ما ثعلبة يا حكيم؟ اي والله ثعلبة. تعرف بس هي بأولها ها؟ لازم نعالجها قبل ما تكبر وتمتد وتاكل لك شعر راسك كله. ايدي بزنارك يا حكيم، عالج لي اياها بلا ما تكبر دخيلك. ولا يهمك، رح خلصك منها. يا ابي جميل، اعطيني جوخة ودواء الثعلبة. يعني راسي يا بي. وين اجتنا الشغلة؟ ثعلبة. منيح ما اجتنا السحلية يا حكي. شو الأوضاع يا بي؟ شو الأوضاع؟ الحمد لله كله تمام. عجل يا بي عجل. تعرف؟ نعم. بس لازم تتحمل شوية وجع ها. أنا اللي بتحمل الوجع يا حكيم. أبضاي أبضاي. الله شوف هذا. يا الله. بسم الله. أي 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 طول بالك. نحن نافوخي ابو عبد الجميل. خلصنا خلصنا. دخيلك دخيلك نافوخي نافوخي.
بايدك يا رب. ايش حليب؟ صباح الخير مصر بيك. اهلين صياح. ان شاء الله تازة الطيبات. ان شاء الله تازة وعلى كيف كيفك. ايه هذا بده ونشو. لا يا مصر بيك، احنا باذن الله ما منغش وعم بيعك شيء اصلي اصلي. شو لك صياح؟ قال ناتف سكينة بكتف لو صخر. مين قال لك؟ شو مين قال لي؟ الناس اللي شافوه. والله يا مظهر بيك هو اللي نادالي هيك من الباب للطاقة، ناداته سكينة للزلمة. اي انا شو اللي عنده للزلمة؟ انا ما في بيني وبينه شيء، واصلا هو ما قرب علي. لك ليش ضغطه سكينة؟ والله اللي بدي يسحب خنجره على ابو عامر وهو ما انه حامل سلاحه، بدي اقطع له ايده وحمله اياها. ايوه تقطع له ايده. لا بضاي من بعدك. سلام ايديك. صحتين وانا معوضين. معوضين. الله يعوض عليك. عليب لم علينا عبيدك يا رب. تعي عليب. امي امي انت برني غلي الحليب بسرعه خلينا نكسر الصفره. الله يخليك. ليش بسرعه؟ شو في عندك امي؟ عندي شغله كثير ضروريه ومستعجله. وشو هي الشغله الضروريه؟ بعدين بحكي لك. لا هلا احكي لي امي. يا امي الله يخليكي بحكي لك بعدين. اي خلص ماشي مثل ما بدك. عامل لي حالك ابو ضي لك ابو جواد. بك يا حكيم والله ما في ابو ضي قدام الوجع ولي. يا بيت ناوني مرهم من عندك. مرهم؟ ايه 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 بيوجع المرهم؟ لا ما بيوجع. اخ راسي. هات يا ريات اشوف. راسي على مهلك على مهلك يا ابو جميل على مهلك على مهلك دخيلك على مهلك على مهلك. طول بالك طول بالك. معافى يا بي معافى. ولي ليك ابو جواد. نعم. ما بتغسل راسك للمساء ها؟ ليش ضل راس لحتى غسله يا حكيم؟ اي ضل شنو هذا المرهم لازم ينشف على راسك، وبكره بتجي لعندي بنعيد الدواء مره ثانيه. مطولة هالشغله يا حكيم. لا 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 ان شاء الله مرتين ثلاثه وبتشفى منها. على راسي. ان شاء الله معافى يا ابو جواد. الله يعافي قلبك. يلا يلا خليني ساعدك. شرف يا حكيم شرف. معوضين معوضين. مع السلامة. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. عبيك جلطيت 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 فول. أول أطفة أول أطفة أول أطفة. الفرساوي والحكي أسمك تقتل كحل الريان. ابو جميل والله مثل ما انك شايف يا ابو عزو كتراني فوتاتهم على حارتنا. معلوم معلوم بدها تكتر. شلون بدهم يتعرفوا على حارات الشام وبيوتها وشوارعها مشان يقدروا ياخذوا اي واحد منا بيوقفوا بوشهم، خصوصي انه ما صار لهم شهر عنا بعد معركه بيسالون اللي كسرونا فيها. الله يكسرهم وياخذهم يا رب. يا ابو عزو الله ما راح يكسرهم اذا ما حبينا بعضنا وتكاتفنا ضدهم. لك لازم نحب بعض ونوقف مع بعض وندافع عن بعض. شرف ابو عزو شرف. وما هي الاخبار الجديده سيد؟ أخبار جديدة عن الملك فيصل سيدي.
وما هي؟ الملك فيصل وصل إلى لندن ليجتمع مع السيد كليمنسو. هو في لندن إذن؟ نعم سيدي، إنه في لندن. لا يهم، لا يهم. الملك فيصل لن يعود إلى دمشق أبداً، وإن عاد سنسجنه. سيد كارم، ما أخبار السجون؟ إنها ممتلئة سيدي. لا أقصد ممن يعارضنا أو يقاتلنا. ومن تقصد إذن؟ أقصد المساجين الذين هم في السجون قبل أن ندخل دمشق. وما هي التهم الموجهة إليهم؟ ولماذا؟ أريد أن أطلق سراحهم كلهم. هذا سيصنع الفوضى سيدي. هذا ما أريد. لماذا سيدي؟ الفوضى إن حصلت بين الناس تجعلنا نرتاح أكثر، وتجعلنا نثبت أقدامنا أكثر. نحن نريد أن نلهي الناس ببعضهم، أن يتقاتلوا فيما بينهم بدلا من أن يقاتلونا. خطة ذكية سيدي. وقبل إخلاء المساجين قم بتقسيمهم. الأشد حكما فيهم لا تخلي سبيلا، بل حاول استدراجه لكي يكون عميلا لنا كلا في منطقته. وإن لم يقبل التعاون معنا سيدي أقتله. أطرك يا شام حبي يا عطر، أدني عالي المهام فينك ما رح يتحلي. أطرك يا شام حبي يا عطر.